قبل ما نروح للزميل العزيز الكابتن خالد بيبا اروح للكابتن بكر سريعا يقول لي يعني عناوين سريعه كابتن بكر بسرعه كده يا كابتن. انا عاوز اغوص في الاسبوع العاشر. انا بقول عنوان الاسبوع العاشر اللي احنا فيه ده هتبدا الفروقات ما بين الانديه وهيبدا الجدول يتغير كتير. فاحنا النهارده شفنا المقاولين امبارح صلح من اوضاعه وكسب الشرطه ونط جوه في الحته الدافيه سنه وبقى عنده 10 نقاط. شفنا الاسيوطي ودمنهور دلوقتي لا جديد فبالتالي قابعين تحت. انبي النهارده مع النصر هل انبي هيتطلع وينتهز الفرصه ويخش مع الزمالك ويكتسب 6 نقاط؟ ده اللي هنشوفه. هنشوف بقى حرس الحدود 14 نقطه والمقاصه 13. اللي هيكسب هيبدا يجري دلوقتي. ايضا في الداخليه 16 نقطه وبتروجيت 13. مين اللي هيجري من مين؟ سموحه ب 13 والجونه 10. مين اللي هيجري من مين؟ الزمالك بقى المتصدر الدوري العام مع المصري اهو 17 و18. اذا الاسبوع والاسماعيلي 9 نقاط مع الرجاء 9 و10. اذا الاسبوع العاشر النهارده ممكن نتقابل ان شاء الله في الاسبوع ال11 ونشوف الجدول هتلاقيه بيتغير ما عدا اللي تحت. انما اللي انا في علامه استفهام كبيره جدا يا كابتن في الاسماعيلي. الاسماعيلي اللي بيراقبه وبيشوف مبارياته احسن فرقه عندها فرص اول 25 دقيقه عن طريق جون انتوي بتاعها الاحسن سنتر فورورد في مصر لغايه دلوقتي. ولكن في الشوط الثاني بينقلب الحال تماما والفرقه المنافسه بتستعيد الموقف ويطلع متعادل. كل ده ولغايه دلوقتي ريكاردو ما درس الحته دي اللي هتضيعه رغم ان هو دلوقتي اصبح الجدول فيه خطوره على نادي الاتحاد. الاتحاد النهارده ما هوش في موقفه الثمان نقاط. الاتحاد المباراه الرابعه مع حسام حسن خسر امام الزمالك وتعادل ثلاث لقاءات مع الاسيوطي ومع الاسماعيلي ومع الرجاء. لقاء الاسماعيلي القادم مع الرجاء عنق زواجه بالنسبه له وايضا بالنسبه للرجاء العاشر. اذا الاسبوع العاشر نقدر نقول اسبوع فيصل للقمه والوسط. اما القاع فخلاص اهل القاع قاعدين مش هيتحركوا زي ما احنا شايفين كده ودي مش عيب عليهم. امكانيات المهاريه والامكانيات الماديه وعدم الاستعداد للصعود الى دوري قوي هو اللي حطهم في الوضع ده يا ابو الكباتن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود بكر دايما بتنورنا. بشكرك شكرا جزيلا.